أضيف لكم مدينتي، كيف السيد محمد محمود الحبيب رئيس المجلس الجهوي لولاية العصابة؟ أهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم. ضيفنا، ما هي الاستراتيجية التي ستتخذها السلطات الإدارية والمنتخبون للحد من تأثيرات الأمطار على حياة السكان هناك؟ شكرا. كما تعلمون، خلال 48 ساعة الماضية تم تسجيل أمطار غزيرة من متوسطة إلى غزيرة على عموم ولاية العصابة. سجلت النسبة الأعلى على مستوى مدينة كيفا، العاصمة المركزية للولاية. صباح اليوم التأمت اللجنة الجهوية للكوارث، وبعد الاجتماع تقرر أن تقوم اللجنة بزيارة ميدانية. نعم، تم الاطلاع خلالها على حجم الأضرار، ولله الحمد كانت أضرار بسيطة جدا. هناك بالفعل تسجيل بنايات تهدمت بالكامل للأسف، إلا أنها كانت بنايات قديمة طينية، ما عدا ذلك لم تكن هناك أضرار ولله الحمد. يعني سيد رئيس أسجل أنه المجلس ولله الجوي، الحمد لم تكن هناك أضرار بشرية، بالفعل أضرار مادية طفيفة. يعني هل تضررت بعض المدارس، بما أننا مقبلون على إعادة مادة اللغة العربية يعني للامتحان دخول الإعدادي، هل هناك من تضرر لبعض المدارس هناك؟ كما أسلفت، تم تسجيل النسبة الأعلى وهي 58 خلال 48 ساعة الماضية على مستوى مدينة كيفا، وحسب علمي لم تتضرر أي مدرسة ابتدائية ولا ثانوية على مستوى مدينة كيفا، كما أنه على مستوى باقي مدارس الولاية أيضا لم تصلنا أخبار عن تضرر بعض المدارس على مستوى الولاية. وهل هناك من خطوات أو استعدادات ستقومون بها مستقبلا لتفادي مثل هذه الكوارث التي تحصل، ويعني تقريبا توقف شريان الحياة في عواصم الولايات والمدن الكبرى من هذه التهطلات المطرية؟ شكرا. تم نقاش هذا الموضوع اليوم على مستوى في مكتب السيد الوالي في اجتماع ترأسه السيد الوالي صباح اليوم. كان من ضمن الاقتراحات أن يتم إعداد خارطة للمناطق التي تتضرر عادة من الأمطار على مستوى الولاية بصفة عامة، وعلى مستوى مدينة كيفا بصفة أخص. نعم، كما أنه أيضا تمت الإشارة على أهمية إيجاد وسائل على مستوى الولاية إن شاء الله في القريب العاجل للتدخل عند الحاجة. السيد محمد محمود الحبيب رئيس المجلس الجهوي لولاية العصابة، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا.